احنا لسه مكملين كلامنا عن النجاح اللي حققه مهرجان العالمين وردود الافعال على التنظيم المبهر، وازاي قدرنا ننظم مهرجان ونستقبل ضيوف المهرجان في مدينه زي مدينه العالمين الجديده. كمان مهم مننا نعرف اصداء هذا المهرجان في الدول العربيه، وازاي كان حدث مهم جدا للترويج للسياحه. كنا بنتكلم دلوقتي عن الاعلام الاماراتي، عايزين نعرف كمان ردود الافعال وتناول الاعلام العربي بشكل عام لهذا المهرجان. بنرحب بالكاتب السعودي الاستاذ عماد المضيفر، الباحث في الدبلوماسية العامة والإعلام السياسي. أستاذ عماد صباح الخير عليك يا فندم. يا أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بالخير. يا أهلا بحضرتك، حياك الله أستاذ محمد، وحييك وأحيي زميلنا العزيز الأستاذ منا، وأحيي السادة المشاهدين الحقيقي عبر برنامجنا الرائع المميز والمخضرم. ربنا يسعدك يا أستاذ عماد، صباحك زي الفل. وعبر شاشتنا الجميلة والعريقة، يعني القناة الأولى بتلفزيون جمهورية مصر العربية العزيزة والغالية علينا جميعا. صباحكم مشرق متألق كما أنتم دوما، وإحنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا يا أستاذ عماد. في البداية عايزين نسأل حضرتك، إيه رأيك في مهرجان العالمين؟ الحقيقة أستاذ محمد، يعني أنا أحييكم جميعا الحقيقة على هذا النجاح الباهر غير المسبوق، ومن الدورة الأولى لمهرجان العالمين اللي ندل على شيء، فإنما يدل على أنه النجاح والإبهار والفن والعراقة يعني هو مصري بدرجة أصيلة. يعني استطاع مهرجان العالمين الحقيقة أن يجعل من مصر بشكل عام ومن مدينة العالمين بشكل خاص مقصدا سياحيا الحقيقة رئيسيا، نظرا للطبيعة الجغرافية والتاريخية اللي تتميز فيها مدينة العالمين، كونها أيضا تطل أيضا على شواطئ بكر ورملية وصافية على البحر الأبيض المتوسط. وهذا طبعا يعود لاهتمام الدولة المصرية بتطوير كل متر وكل شبر من أرض مصر العزيزة شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، واستغلاله وفقا للطبيعه اللي يتميز فيها. وانتم قبل شوي كنتم تتحدثون ايضا عن موضوع يعني افتتاح طريق الكباش وطريق المواكب الملكيه يعني في الاقصر، وهو بالفعل متحف، اليوم اصبحت الاقصر متحف ايضا عالمي مفتوح، يعني اكبر طريق اثري في العالم. يعني بالفعل مصر دائما تبهر العالم شمالا وجنوبا. طبعا ايضا تابعنا لا شك عبر الاعلام العربي والدولي ما شهدت مدينه العالمين من انطلاق الحقيقه لمهرجان العالمين بنسختها الاولى تحت شعار العالم عالمين، يعني امتد على مدار 50 يوم حفلات فنيه عالميه متنوعه توافقت الحقيقه مع تاريخ مصر الفني وسط المنظومه الدوليه ودول العالم اجمع. يعني نجحت مصر كدوله وكشعب في خروج المهرجان بمشهد مبهر، بداية من التنظيم واستقبال الوفود والمشاركة في المهرجان. يعني هذا النجاح أستاذ محمد أستاذ منا اللي حققه المهرجان والتناول الإعلامي دوليا له والترويج له الحقيقة لعب دور مهم ومحوري في وضع أيضا، وهذه نقطة مهمة، يعني وضع الدول العربية بشكل عام نصب أعين السياحة الأجنبية. وهذا الأمر يستدعي ضرورة وحتمية العمل بشكل أكبر، كما تطرق أيضا قبل شوي ضيفك العزيز من الإمارات، حتمية وضرورة العمل بشكل أكبر بين الدول العربية، خاصة تلك الدول اللي يعني تتشارك مع مصر التاريخ والقيم والثقافة والحضارة والمجتمع الواحد والفكر الواحد والطبيعة الجغرافية الواحدة والامتداد الواحد، مثل المملكة العربية السعودية وأشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية وأشقائنا في منظومة دول مجلس التعاون، لتشكيل الحقيقة منظومة متكاملة سياحية بين هذه الدول تستهدف السياح من جميع دول العالم. لا سيما أننا نعلم اليوم طبعا أن السياحة هي صناعة ضخمة وثروة وطنية، يعني نجدها اليوم السياحة تحتل الصدارة بالاهتمام في الدول العربية وخاصة الدول الثلاث مصر والسعودية والأردن، في ظل طبعا رؤية المملكة 2030 التي أيضا تقوم على أنه أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي أوروبا الجديدة، كما وصفها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مهندس الرؤية، وليتم الحقيقة تسخير كافة الإمكانات المتاحة معا لمخاطبة كل دول العالم وإبراز الإمكانيات والقدرات
العربية على تنظيم المهرجانات الفنية وتصدير الصورة الصحيحة عن الوطن العربي في تنظيم الأحداث الكبيرة وخط أنظار العالم إلى السياحة في المنطقة خاصة في مصر والسعودية والأردن. طبعا المتابع أستاذ محمد بالمشهد يجد أن هنالك مكاسب عديدة حققتها الدولة المصرية من مهرجان العلمين الدولي. يعني أولها استعادة مكانة مصر السياحية، يعني مصر اليوم تعود مرة أخرى في مقدمة المقاصد السياحية لدى الأجانب ولدى العرب، ولتصبح قبلة للسائحين لما تتميز به طبعا مصر من مقومات سياحية متنوعة ومتفردة تربط بين الحضارة المصرية والحضارة العربية وقدرة المصريين على الإبداع في الإنشاءات الحديثة، في الفنادق، تخطيط المدن السياحية. البنية التحتية اليوم في مصر تضاهي مختلف دول العالم. يعني أنا أعتقد أنه نجاح مهرجان العلمين أيضا يتوازى مع رؤية السعودية ويتكامل ببرامج الترفيه المتنوعة وبطباعة السياحة. يعني لدينا في المملكة حددنا إحنا الآن مؤشرات أداء مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع عدد الزيارات السنوية إلى 100 مليون زائر بحدود العام 2030، وتوفير مليون فرصة عمل وظيفية للسعوديين، وزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. يعني نجحت الحقيقة الهيئات المعنية في السعودية أيضا، يعني أقول لكم تجربة المملكة أيضا في وقت قصير في جعل المملكة أيضا نقطة جذب لحركة السياحة الترفيهية والتراثية والثقافية على مستوى الشرق الأوسط. إذا نقدر نقول أن مهرجان العلمين بيسلط الضوء تاني وبيرجع تاني ينشر أو يجتذب الانتباه للسياحة العربية، بالأخص طبعا السياحة في البحر المتوسط في مصر. كل الشكر ليك الكاتب السعودي عماد المديفر، الباحث في الدبلوماسية العامة والإعلام السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.